بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الماهر، هذا البرنامج الذي يعتني بمشاركاتكم واتصالاتكم وتلاواتكم، نصحح ونوجه، نفيد ونستفيد، نتعلم ونعلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسدد خطانا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك أن ترقى بنا بهذا القرآن وأن تشفعه فينا. كعادتنا في بداية كل حصة نتناول جانبا يسيرا من الجانب النظري العلمي، وطبعا ونستعين في ذلك أو بذلك أو على هذا الجانب بمذكرة في أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق لشيخنا محمد يخلف شراطي رحمة الله عليه. وطبعا دائما نعلق ونجدد التعليق، لماذا هذه المذكرة دون غيرها؟ لأنها بسيطة ونحن نتوجه إلى هذه الفئة العريضة من الناس، لا ندعي علما وفيرا ولا ندعي سعة فيه، إنما نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا ببركته وببركة كلامه هذا الباب، هو باب العمل، باب الصبر عليه، فجزاكم الله عنا كل خير. وصلنا إلى أحكام اللام، وكنا قد تطرقنا إلى باب أو تحت عنوان أحكام اللام إلى حكم اللام في لفظ الجلالة، وكنا قد بينا أحكامها في لفظ الجلالة، ويعمه أو بالشرح ما ذكره الإمام ابن الجزري حينما قال: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، ما لم تسبق بكسرة أصلية أو كسرة تابعة لحرف قبلها فكل ذلك لا داعي إلى ترقيقها، بل تفخم اللام أو لام لفظ الجلالة. وانتقلنا إلى حكم اللام في غير لفظ الجلالة، وذكرنا ما هي الأحكام التي اختص بها ورش رحمه الله، ورش رحمه الله بتغليظ اللام إذا اجتمعت. قال: إذا اجتمعت الشروط التالية: أن تكون اللام مفتوحة، أن تكون اللام مفتوحة، أن يتقدم اللام أحد ثلاثة أحرف: الصاد أو الطاء أو الظاء دون فاصل بينهما وفي كلمة واحدة. الشرط الثالث: أن تكون هذه الحروف ساكنة أو مفتوحة، مشددة أو مخففة. وكنا قد ضربنا في ذلك أمثلة. وصلنا إلى ملاحظات أو بعض الملاحظات اللي ذكرنا بعضها، لكن لا بأس أن نذكر بها. قلنا ذكر الشيخ بعض الملاحظات. أولا، الملاحظة الأولى: إذا وقع بعد اللام ألف ممال نحو مصلى، إذا وقفنا عليها، ولا صلى بشرط أن تكون في غير رؤوس الآي من السور الإحدى عشر التي رؤوس آيها آي في آيها فيها التقليل وجها واحدا، ففيها الوجهان، معنى هذه الكلمات مصلى فيها الوجهان، أي اللام التي بعدها ألف ممال، يقصد الترقيق مع التقليل والتغليظ مع الفتح، وكنا ذكرنا ذلك، وهذا وصلا ووقفا مع مراعاة البدل، لأنها تولي عندها حكم الذات ويحكمها تحرير البدل. إلا أن لام مصلى في سورة البقرة تغلظ وصلا وجها واحدا لأنها منونة، والتنوين مانع لظهور أو لعلة ولسبب ذات الياء. وفيها الوجهان وقفا، يعني التفخيم أو التغليظ والترقيق. وأما إذا وقع بعد اللام ألف ممال في رؤوس الآي من السور الإحدى عشر، وهي
وهي الإحدى عشر، وهو ثلاثة مواضع: قول الله سبحانه وتعالى فلا صدق ولا صلى سورة القيامة، وذكر اسم ربه فصلى سورة الأعلى، عبدا إذا صلى سورة العلق، فيجب ترقيق اللام لأن التقليل والتغليظ ضدان لا يجتمعان. هنا كنا قد ذكرنا هذه الأحكام وقلنا مدام وقفنا عليها هذه اللامات عند رؤوس الآي جاز فيها، ما دامت هي ذات ياء جاز فيها التقليل، جاز فيها التقليل، إلا أن التقليل والتغليظ لا يجتمعان. مع التغليظ الصاد تستدعي حكم التغليظ، أما الياء الألف المقصورة تستدعي حكم التقليل، يستفال اللام، يرقق اللام أو يستفال، لأن التجاذب التغليظ لسببه الصاد والتقليل لسببه الألف المقصورة هذا لا يجتمعان، بل تقرأ فلا صدق ولا صلى بالفتح، وتقرأ وذكر اسم ربه فصلى كذلك، عبدا إذا صلى، هذا هو والله أعلم. هذا ما ذكرناه آنفا. الملاحظة الثانية: أما إذا حال بين الحرف واللام ألف وذلك في ثلاثة مواضع: قول الله سبحانه وتعالى إلا أن يصالحا بينهما صلحا، أو فصالا في سورة البقرة، طال فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، أفطال عليكم العهد، هذه في ثلاثة مواضع، ففيها الوجهان: يجوز إلا أن يصالحا فصالا، ويجوز طال العهد، ويجوز يصالحا فصالا طال. قال ففيها الوجهان: الترقيق من أجل الفاصل بينهما، والتغليظ اعتدادا بقوة الحرف المستعلى وهو الأقوى والمقدم. السلام عليكم، معنا نعم السلام عليكم، معنا مكالمة، معنا اتصال. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بالأخت الكريمة خولة من ولاية الطارف. أهلا وسهلا بالأخت خولة. سلام. الأخت أنت يا سؤال فقط. نعم. أنت يا من متابعين برنامج الماهر؟ نعم، من أوفياء الحصة. أهلا وسهلا. أسألك سؤالا: ما الذي يشدك أو ما الذي يرغبك في متابعة هذا البرنامج؟ والله الحصة نحن نتعلم منها الكثير، وتشدنا إليها أحكام التجويد وتصحيح التلاوة. ربي يبارك فيك. عندك ونرجو أن تكون دائمة وغير منقطعة. الله يبارك فيك. قولي لي، عندك اهتمام بأحكام التجويد؟ نعم، كوني مبتدئة مهتمة في أحكام التجويد. نعم، مبتدئة يعني؟ عندي واحدة 3 أشهر. الله يبارك فيك، ربي يبارك فيك. خلاص، تودين مشاركتنا بتلاوة؟ نعم. خلاص، استعيذي وانطلقي وانتبهي للتوجيهات، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. الأخت الكريمة. نعم. المدود أكيد قلي ورش أنت؟ نعم. صح، المدود عند ورش كلها مشبعة، يعني نعم. فيها المد، والمد 6 حركات، يعني 3 ألفات. نعم. نقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أشبعي المدود من فضلك. نعم. نعم، تفضلي. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نعم. نصفه أو انقص منه قليلا. نعم. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أو زد عليه، أعيدي من فضلك.
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اسمعي الأخت من فضلك، وراء ماشي وراء، ورتلي فالراء مفخمة، ورتلي القرآن ترتيلا، الراء في ورتل وترتيلا مفخمة، ورتلي القرآن. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نعم واصل. إنا سنلقي عليك سنلقي قول عليك إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أعيد الآية. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. استمعي. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. القلقلة انتبهي. نعم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. واصلي. إن لك في النهار سبحا طويلا. نعم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر، قولي واذكر ماشي واذكر، واذكر اسم ربك. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تبتيلا تبتيلا تبتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واصلي. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واصبر على ما يقولون واهجو مشي واهجو واهجرهم هجرا جميلا. واهجرهم هجرا جميلا. شكرا للأخت الكريمة. أنت أقريتي باللي راكي مبتدئة، فواصلي. نعم. واصلي ما شاء الله. شوفي. نعم. راكي تحسنتي وتزيدي باجتهادك إن شاء الله، بحول الله تزيدي تجتهدي إن شاء الله، ربي يفتح عليك فتوحات العارفين بإذن الله. إن شاء الله. دعواتكم شيخ. الله يبارك فيك وبارك الله فيك على المشاركة، وأهلا وسهلا مرة أخرى. لا تقطعوا علينا اتصالاتكم ونصائحكم وتوجيهاتكم ومشاركاتكم. شكرا. شكرا للأخت من الطارف، جزاك الله عنا كل خير. من خلال مكالمة الأخت من الطارف نتطرق إلى سؤال يعني سأله أحد المتابعين والمشاركين علينا بالمناسبة، يعني أرقامنا وصفحة يعني صفحة الفيسبوك أسفل الشاشة لمن أراد أن يتابعنا وينصحنا ويعني. أهلا وسهلا، الباب مفتوح. هذه مأدوبة الله، كلام الله هو مأدوبة الله، وهو كما جاء في الحديث رياض الجنة. قال إذا لقيتم رياض الجنة فارتعوا. رياض الجنة، فالجلسات التي يذكر فيها اسم الله وتتلى فيه آياته ويدرس فيه علومه، فكلها رياض الجنة بإذن الله تعالى. فمن خلال هذه المكالمة ننبه إلى يعني الأخت اللي سألت سؤال، قالت عندي مشكل في المد، لا سيما إذا قريت ورش لكثرة مدوده. قالت وأنا أعاني من انقطاع في النفس،
شوفي الأخت بارك الله فيك على هذا السؤال، وكذلك هذه رسالة لنا جميعا، لنا جميعا. أنا أهيب بالقارئ أنه يتمرن، يعود نفسه، يحمل نفسه على أن يعني يتنفس حال ابتدائه بأي آية. فمثلا تلقى القارئ يقرأ، إذا استنشق وجبد النفس المرة الأولى تلقاه الآية اللي بعدها ما يستنشقش مليح، والآية اللي بعدها ما يستنشق، وبدأ يقل يقل يقل، لا يقرأ يمد نفس، يمد وقت للنفس. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نستنشق. أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. زين نجبد النفس. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استثمر هذه الأنفاس في تلاوتي، معناتها بلك الإنسان لم يعود نفسه، نستنشق ونمد زمن ونقرأ، ثم الآية اللي بعدها نمد زمن للتنفس وإشباع الصدر بالهواء ونقرأ، وهكذا أمرن نفسي. ونعدكم وأقول وأؤكد أنه لو لزم الإنسان مثل هذه الطريقة فإنه سوف يتحسن أداؤه كثيرا. هذا شيء. الشيء الثاني، قد يكون الإنسان مريضا، قد يكون الإنسان عنده عسرة في التنفس، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فجزاكم الله عنا كل خير. أنا التوجيه اللي دائما أوجه به الطلبة، أعطي زمن للنفس، أقرأ أتنفس وأقرأ أتنفس وأقرأ. وأحسن النفس أنك تجبد من أنفك وأقرأ، أحسن النفس. نعود إلى الاتصالات. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. أهلا وسهلا الأخ الكريم. وش راكم شيخ العباس؟ والله الحمد لله الحمد لله. قل من معي، شكون معي الأخ الكريم؟ عبد القادر من كاليتوس الجزائر العاصمة. الله يبارك، الله يبارك فيك شيخ. وكأني أعرفك يا عبد القادر. الله أعلم. الله أحبك في الله يا شيخ. الله يبارك فيك. أحبك الذي أحببتنا لأجله، وزدت إن شاء الله بحول الله شاركتنا باتصالك، وإن شاء الله تشنف آذاننا وتمتع أنفسنا بتلاوتك بإذن الله. قل لي قبل أن نبدأ التلاوة، أنت من متابعين برنامج الماهر؟ أكيد أكيد. قل لي، معليش ما تخبيش علي، أنا نعرف أصحاب الكاليتوس وأصحاب الجزائر يعني عموما فيهم صراحة، يعني ماذا يشدك، ما الذي يشدك إلى هذا البرنامج؟ نقول أولا هذا كتاب الله سبحانه، لا إله إلا الله، هذا كلام الله، لا إله إلا الله. الأمر الثاني يعني باش ديت كما نقول الحصة هذه للأسف ولا تقليل حصص كما هذوك في التلفاز تاعنا، تلفزيون كما نقول العربي الاسلامي، قلال قلال بزاف، يعني باش تسقم الاحكام وباش كما نقول الانسان يزيد يسقم روحه. الله يبارك فيك خويا عبد القادر. يبارك فيك. هو شوف، كن واثقا ان الانسان اللي عدل نفسه مع القران وسقم روحه مع القران خلاص كل حاله يتسقم، والله العظيم. لو أننا نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا لكان حالنا أفضل مما نعيش. عبد القادر بارك الله فيك، يعني كنت صريحا، قلت لي هذه البرامج قليلة، هذه البرامج اللي يلتف حولها العائلة ويشوفها دون خوف ولا اضطراب ولا وجل رأي قليلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى كتابه ردا جميلا.
امين. خويا عبد القادر بارك الله فيك. الله يبارك فيك شيخ. شوف كل العلوم يا عبد القادر اذا اتصلت بالقران تشرفت. صح. تفضل استعيد وانطلق خويا عبد القادر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله أعد من فضلك عبد القادر. الله خالق كل شيء. أجبد نفس يا عبد القادر. أجبد نفس وقرها ريح روحك يعني. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهو على كل شيء وكيل. وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. يا عبد القادر. نعم شيخ. عبد القادر عندك أداء رائع لكن أراك مضطرب شوية. صح نعاودوا هذه الآية وما تتكاش. له مقاليد السماوات وعاود الآية هذه. له مقاليد السماوات والأرض الذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. نعم. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أعيد الآية من فضلك ما تمدش مكان المواضع. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا. أعيد يا عبد القادر. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عبد القادر. أمسك. كيف تعلمت هذا الأداء أنت؟ والله يا شيخ ما من الاستماع و عندك أداءك رائع جدا. بارك الله فيك. شوف راح ننصحك خوي عبد القادر بشيء، أنت أداءك للقرآن سبحان الله وبحمده يعني يخلي الواحد يستمع ويتدبر ويخشع ويسكن. فأنا ننصحك حاجة فقط عبد القادر، أنت تقرأ حفصا
تقرأ حفص يا عبد القادر؟ نعم شيخ نعم. صح معليش. أتعلم الأحكام، أتعلم قراءة القرآن قراءة صحيحة، تعلم المخارج، تعلم الصفات، وهذا يلزمك أن تقعد لشيخ. الكليتوس راهي ما شاء الله فيها مشايخ وفيها معلمين ولا ما كاش الوقت؟ يعني شوية شوية حكم كما أقول مع الخدمة مع العمل مع معليش. بصح شوف أدائك هذا يفرض عليك أنك تجلس يا عبد القادر، أدائك رائع. بارك الله فيك. والله العظيم الرائع ما شاء الله بارك الله. لكن أنا هذه نصيحتي، اقعد تعلم الأحكام. لو أنك تتعلم الأحكام بهذا الأداء يا عبد القادر سوف تصير يعني شيء رائع جدا. بإذن الله بإذن الله أدعونا إن شاء الله. ربي يكرمك ما شاء الله عبد القادر ما شاء الله ما شاء الله. قراءتك طيبة مثلجة خشوعة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك يا شيخ. لكن خذ برايي خذ برايي واجلس عندك الشيخ يعلمك بإذن الله ترتقي بإذن الله ويكون تصير قنبلة خير وليس شر بإذن الله شيخ. شكرا جزاك الله عنا كل خير يا عبد القادر. الله يبارك فيك شيخ. إلى فرص أخرى إن شاء الله. نعم إن شاء الله المرة الجاية تكون خذيت بنصيحتي وتكون تقدمت تقدم متميز إن شاء الله. بإذن الله شيخ. الله يجزيك على المشاركة وعلى هذا الأداء الرائع المثلج للصدر. الله يبارك فيك. الله يبارك شكرا 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 جزاك الله عنا كل خير. شوف مثل هذا شوف الأداء ورتابة الأداء سبحان الله وبحمده. عبد القادر بلك راه ناقص في الأحكام وناقص في المخارج والصفات لكن أداء رائع جدا والله لا يستطيع الإنسان أن يعني يملك نفسه لما يسمع تلاوة هكذا يعني. وأنا أميل إلى التلاوة التي لا يتكلف فيها المرء حال قراءته للقرآن. أنا أرتاح لما نسمع واحد يقرأ ولا يتكلف يقرأ بأريحية. فالقرآن إنما أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون من المتكلفين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين في تلاوته وفي دعوته وفي تبليغه. ما شاء الله ما شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بالأخت الكريمة. شكرا. كيف الأحوال يا شيخ؟ والله نعمة وعافية. وأنتم؟ الحمد لله والله نعمة. الأخت منين من أي منطقة؟ من وهران. وهران؟ نعم. أهلا بناس وهران. شكرا ربي يحفظك. وهران بلد القرآن. الحمد لله. بلد العلم والعلماء. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الأخت أنت من متابعين برنامج الماهر؟ أكيد كل جمعة. الله يبارك فيك على الله قدرك. آمين. لعل الناس اللي يشوفوا وهران من برا يقولوا هي وهران ويعطوها سمة غير سمة العلم وغير سمة الفضل وغير سمة الكرم وغير سمة القرآن. لكن هذا اللي رانا نشوفه فيه. نعم لكن لو يدخل الإنسان إلى وهران فوهران من أكثر الولايات انتشار فيها للمدارس القرآنية. الحمد لله نعمة والله نعمة. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. تفضلي الأخت كريمة استعيذي وانطلقي. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. نعم. ذرية بعضها من بعض. نعاود نقول ذرية التكاي على الراء شوية والتكاي على الياء شوية ما نتكاش عليها بزاف نقول ذرية بعضها من بعض.
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قولي الرجيم وإني أعيذك بها وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. من فضلك الأخت الكريمة كلما دخل عليها زكريا المحراب أعيد. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. شكرا للأخت الكريمة جزاك الله عنا كل خير. أنا ننصحك فقط تواصلي هذا الطريق. أنت تقرأين وتتعلمين ولا ركي عصامية؟ نقرأ ونتعلم والحمد لله نقرأ أطفال. خلاص معليش صار لزاما عليك إذا كنت تتعلمي وتعلمي صار لزاما عليك أنك تجتهدي أكثر باش تأخذي وتمدي وترفعين مستواك. نعم هذا شيء. الحاجة الثانية ركي في خيرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ركي داخلة في الخيرية ولهذا أرجو أنك تجتهدي أكثر باش تكوني في مستوى هذا النقل تاع الخير إلى الآخرين. الحمد لله إن شاء الله. وربي يوفقك وربي إن شاء الله يبارك لك في كل حياتك وصحتك بكل حرف من ما قرأتي. بغيت نشكر فقط إنسانة علمتني القرآن. تفضلي. اللي هي الأستاذة نعيمة أبو سلهام، نوجه لها شكر خالص من هذا المنبر وزياد. الحمد لله اللي خلاص معليش ما كاش مشكل، لكن انا نقبل هذا الـ الاهداء تاعك بشرط انك تواصلي هذا الطريق. اكيد الحمد لله ما نقدرش نحبس. يلا بالتوفيق بالتوفيق. شكرا شكرا. ربي يوفقك ان شاء الله ويبارك لك في الشيء الاستاذه تاعك. امين امين. شكرا شكرا. نرجع الى بعض الحالات اللي كنا تكلمنا عليها، قلنا مما جاء في باب الشيء النظري. وأما إذا وقع بين اللام ألف ممال في رؤوس الآية الإحدى عشر فلا صدق ولا صلى صلى وذكر اسم ربه فصلى، قلنا ترقق هذا ذكرناه.
أما إذا حال بين الحرف واللام ألف وذلك في ثلاثة مواضع يصالح في صالا طال، قلنا فيها الوجهان الترقيق من أجل الفاصل حائل بينه والتغليظ اعتدادا بقوة الحرف المستعلى وهو المقدم والأقوى. قال الشيخ وهو الأقوى أي المقدم، يعني أقرأ يصالح بينهما صلحا في صالا طال عليهم العهد، ويجوز يصالح ويجوز فصالا ويجوز طال عليهم العهد. تنبيه فقط، يمتنع تغليظ اللام في مع قصر البدل، في فصالا يجوز مع البدل القصر فقط، أما مع التوسط والطول يجوز الوجهان. الملاحظة الثالثة نخلوها إن شاء الله بحول الله إلى الحصص القادمة بإذن الله تعالى، فجزاكم الله عنا كل خير. مع هذا الفاصل إلى فقرة القراءكم والعود أحمد إلى ركن أو فقرة القراءة النموذجية. نقرأ من قول الله سبحانه وتعالى أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. نقف عند هذا الحد. هذا ما يسر الله تلاوته وأداءه. جزاكم الله عنا كل خير على متابعتكم وعلى مشاركتكم. أرقامنا ومواقعنا أسفل الشاشة، اتصلوا بنا فنحن بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الأخير أقول لكم مع لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.